اعربت المقرره الخاصه للامم المتحده في الاراضي الفلسطينيه المحتله فرانشيسكا البانيز عن شكرها لمصر على تسهيل زيارتها الى معبر رفح مؤكده ان المعبر مفتوح من الجانب المصري وخلال مؤتمر صحفي شددت المقرره الامميه الخاصه على اهميه زياده كميات المساعدات التي يتم ادخالها للمدنيين في قطاع غزه <applause> أشكر مصر على تسهيل رحلتي بين معبر رفح والقاهرة المعبر مفتوح من الجانب المصري لكن إسرائيل هي من تعرقل عمليات الدخول إلى القطاع كما أشكر الأطباء المصريين الذين قاموا بعلاج عدد من المصابين الفلسطينيين في المستشفيات المصرية الأوضاع في قطاع غزة مروعة هناك عدد من الفلسطينيين الذين وصلوا إلى مصر بإصابات خطيرة الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية طالبت إسرائيل بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع لكن ذلك لم يحدث نؤكد ان حياه الفلسطينيين مهمه وبعد الزياره الى رفح نشدد على حاجه المدنيين في غزه للكثير من المساعدات على اختلاف انواعها